يا ياسر بمعاونة جزتين ظروف وموسى عبد الرحيم وبميزان الحرية بمدينة كايدا. يوم الثلاثاء هنالك لقاء جمع فريقي روك سيتي وفريق محج يوسف كوا مكي، فاز فيه الأخير على روك سيتي بأربع أهداف نظيفة. تبادل في إحراز الأهداف في الشوط الثاني كل من اللاعب أبو جور سالم أبو جور هدف بالسبقة لفريق محج يوسف كوا مكي في الدقيقة 14، ويضيف اللاعب عامر الهدف الثاني في الدقيقة 24، واللاعب صالح خالد هدف ثالث في شباك روك سيتي. ليختتم اللاعب النجم الأول المباراة أبو جور سالم أبو جور الهدف الرابع لفريق محج يوسف كوا مكي في الدقيقة 35، وتنتهي عليه المباراة بفوز محج يوسف كوا على روك سيتي بأربع أهداف نظيفة. أدار اللقاء كل من الحكم لوكا حكما للوسط بمعاونة جزتين ظروف وعصام كوري وبلال حسين حكما رابع. أفادنا بذلك الرفيق نصر الدين علي. سعدان دينغ يؤكد اهتمام الحكومة برياضة المعاقين. أكد النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الجنرال سعدان دينغ اهتمام الحكومة بدعم وتطوير رياضة المعاقين. جاء ذلك خلال اللقاء يوم الاثنين مع فريق جنوب السودان في الأولمبياد الخاصة الذي شارك مؤخرا في الألعاب العالمية الأولمبية الخاصة بأبو ظبي في الفترة من 14 إلى 21 مارس، حيث حصل على ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية. وطلب تعبان من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية لجنوب السودان وقطاع الأولمبياد الخاص بضرورة مضاعفة الجهود من أجل إعطاء الفرصة لجميع المعاقين لجنوب السودان. وتبرع تعبان دينغ بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح الرياضيين الأربعة. المستمع راديو تمازج، كنا وكنتم في رياضة تمازج حتى جديد اللقاء في حلقة جديدة. بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة تمازج على امتداد المناطق الحدودية. راديو تمازج